حكايتنا النهاردة عن الفنانة القديرة فايزة كمال. لم تكن فايزة كمال من ضمن الفنانات الكبيرات، ولم تحصل على دور البطولة المطلقة بسبب تمسكها بمبادئها، ورفضت فايزة كمال إغراء سري عربي ليها خوفا من الله، وحاربها المنتجين وهزمها المرض. لو عايزين تعرفوا تفاصيل الحكاية تابعوا معانا الفيديو للنهاية. اتولدت فايزة محمد كمال يوم 3 سبتمبر عام 1962 في دولة الكويت لأب مصري وأم مصرية، كانوا بيشتغلوا مهندسين ديكور في دولة الكويت. عاشت طفولتها ومراهقتها وجزء من شبابها في دولة الكويت، ورجعت مصر وهي عندها 20 سنة، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية. نجحت في اختبار المعهد في قسمين، قسم الديكور وقسم التمثيل، لكن أهلها رفضوا التحاقها بقسم التمثيل وأصروا إن هي تستكمل دراستها في قسم الديكور. الفنان سعد أردش وقتها كان بيشتغل مدرس بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأقنع والدها بدخولها قسم تمثيل لأنه كان شايف إن فايزة كمال عندها موهبة كبيرة. وافق والدها، لكن اشترط عليها عدم أداء الأدوار الخليعة أو المخلة بالآداب، وإن هي ما تعملش أي دور تخلي أسرتها تخجل منها. ووافقت فايزة كمال على الشروط دي ودخلت مجال التمثيل وهي لسه بتدرس في سنة أولى. رشحها سعد أردش المسلسل التاريخي العدل والتفاحة، والتفتت ليها الأنظار بسبب النجاح اللي حققته في الدور اللي أخدته في المسلسل التاريخي، وعملت بعدها أدوار متعددة. من أهم الأدوار اللي قدمتها رأفة الهجان، المال والبنون، لا إله إلا الله، أولاد الأكابر. واختارها المخرج المسرحي مراد منير للاشتراك في مسرحية الملك هو الملك. وأثناء فترة تقديم المسرحية نشأت قصة حب ما بينهم، وعرض عليها الزواج، لكن كانت بتقابلهم مشكلة كبيرة، وهي المخرج مراد منير كان مسيحي الديانة، وكانت فايزة كمال مسلمة الديانة. عرض عليها الجواز المدني لكن هي رفضت بشدة. اضطر مراد منير ان هو يعتنق الديانة الإسلامية عشان يقدر يتجوزها، لان هو كان بيحبها بجنون. تزوجت فايزة كمال من المخرج مراد منير وانجبت منه ليلى ويوسف، وكان زوجها بيقدم مسرح سياسي وتم اعتقاله 3 مرات. مرت فايزة كمال بعدة أزمات في حياتها، من أشد الأزمات اللي تعرضت ليها وهي عرض مسؤول كبير عليها إن هي تطلب الطلاق من جوزها عشان يتجوزها، لكن هي رفضت بشدة وتمسكت بحياتها الزوجية. بعد رفضها العرض اللي اتعرض عليها من مسؤول كبير، اتعرض عليها عرض تاني من ساري عربي. عرض عليها ساري عربي له علاقة بالإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية، عرض عليها إن هو يقيم معاها علاقة غير شرعية بمقابل إعطائه ليها شقة بمساحة 600 متر في موقع متميز، وعرض عليها مبالغ مالية كبيرة جدا، لكن ردت عليه وقالت له إن هي ست متجوزة. قال لها كل الستات اللي بيجوا هنا متجوزين، لكنها رفضت بشدة وقالت له أنا مش زي غيري، أنا ست بخاف ربنا وبحب جوزي. اضطرت إن هي ترمي العقد بتاع الشقة والمفاتيح في وجه الساري العربي. بعد رفضها للساري العربي شعر بالإهانة، فقرر إن هو ينتقم منها فنيا، وحرض جميع المنتجين إن هم ما يجيبوهاش في أي عمل فني وإن هم يحاربوها فنيا. وفضلت فايزة كمال مبتعدة تماما عن الفن عدة سنوات، لكن هي رجعت للفن في الفترة الأخيرة وعملت أعمال قليلة جدا. عام 2008 عانت فايزة كمال من سرطان الثدي، وتم علاجها والشفاء منه تماما، لكن في عام 2014 داهمها المرض مرة أخرى، بدأت تشعر بالآلام. بعد إجراء بعض الفحوصات ليها اكتشف إن هي بتعاني من سرطان الكبد، وتوفيت الفنانة الكبيرة فايزة كمال يوم 20 مايو عام 2014 عن عمر يناهز 52 عام. رحمة الله تعالى على الفنانة الكبيرة فايزة كمال.